حدوتة من الحواديت المصرية اللي لازم تتحكي، حدوتة مرسى علم. مرسى علم من القاهرة تقريبا حوالي 750 كيلو متر من القاهرة. طيب عايز تروح سايق ماشي، عايز تروح بالباص موجود، عايز تروح بالطيارة أهلا وسهلا، ده لو أنت من الناس اللي عايشة في مصر. طيب مرسى علم كمان اتحطت على خريطة السياحة العالمية، فأصبحت وجهة من المقاصد والوجهات بتاعت الجماعة الأجانب، يحبوا جدا مرسى علم. يحبوا مرسى علم ليه بقى؟ لأنها هادية جدا، ودي حاجة جميلة في نفس الوقت، هي أماكن للغوص ولزيارة سياحة المحميات والكلام ده، حاجة عظمة. فيها أوتيلات، فيها أحسن وأدخن أوتيلات في الدنيا. طب فيها أوتيلات تتفق مع كافة الشرائح المالية؟ أيا كانت قدرتك المالية هتعرف تظبط نفسك في رحلة حبوبة لمرسى علم، تقعد لك هناك كام يوم وتتبسط 100 فل و14، رايح لوحدك أهلا وسهلا، رايح شهر عسل وماله، رايح أنت والعيلة يا سيدي سلم. كل ده شيء موجود بالنسبة لك وبالنسبة للخواجة. مرسى علم جزء من المناطق شديدة السحر اللي موجودة في مصر. والجو بالمناسبة بتاع البحر الأحمر أو ساحل البحر الأحمر عندنا في مصر حلو قوي. خلي بالك إن البحر الأحمر المصري أقرب يعني في مسافته من سواحل البحر المتوسط، وبالتالي فرق درجات الحرارة ما هواش كبير قوي. يعني لو أنت شاغل نفسك بإنه ده البحر الأحمر ممكن يبقى حار، أقول لك لأ، مش زي ما أنت متصور خالص، فرق درجتين بالكتير وكل سنة وأنت طيب. بس أماكن ساحرة، حاجة تشرف السياحة الداخلية وتشرف السياحة الأجنبية أو السياحة الخارجية. ناس ما شاء الله يعني حدث ولا حرج جايين من أوروبا. من النهاردة مطار مرسى علم الدولي بيستقبل 130 رحلة ما شاء الله، آلاف السائحين من حوالي 11 دولة أوروبية. تعال ناخد معانا على التليفون الخبير السياحي الشهير والبارز أبو الحجاج العماري. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. إزاي الصح؟ من مدينة السحر والجمال. والله ده سحر وجمال مش طبيعيين، حلوين حلاوة غير عادية. احكي لنا أكتر على هذه المدينة الساحرة والموسم السياحي السنة دي. الموسم السياحي يعني بفضل المجهود اللي بذلته الدولة بكل كافة قطاعاتها للنهوض بالسياحة، موسم مبشر وفي أسواق جديدة دخلت وعدد الرحلات زيادة كمان عن أي سنة. السنة دي احنا نزيد عن الست شهور اللي 2022 35% رحلات دولية على مطار مرسى علم. معدل زيادة. معدل زيادة، والسنة كلها راح تمشي بمعدل 35% إن شاء الله بإذن الله. يعني طفرة سياحية كبيرة إن شاء الله. حلو جدا. سياحة مرسى علم سياحة لأجل الصيف بس ولا صيف شتاء طول السنة؟ مرسى علم السياحة 365 يوم فيها الفنادق بتقريب ماشية بنسبة 90%. ما شاء الله. نظرا لأن الشتاء دافئ والصيف معتدل. جميل. السنة دي واضح من البيانات انه جاي لنا سياحة من اوروبا كتير، يعني زي ما انا قريت 11 دولة تقريبا. ابرز الدول اللي بتبقى مهتمة انها تبعت افواج لمرسى علم ويمكن على الاقل في الموسم ده مين؟ هو في الصيف في بعض الدول بتكون الاجازات فيها وبتحب شواطئ مصر عموما والبحر الاحمر خصوصا. فاحنا عندنا مثلا السنه دي مثلا في الوقت الحالي او الشهر ده 34 رحله تشيلي. الله. و25 رحله ايطالي. يا سيدي. ال 34 رحله تشيكي ب 5600 سائح. ها. ال 25 رحله ايطالي ب 4600 سائح، وعندنا 24 رحله بولندي ب 4500 سائح. وعندنا 23 رحلة ألماني ب 4000 سائح. ده الجديد إن الألماني دايما كان في الصيف يقل، السنة دي ماشي بريتم كويس. غير الهولندي والبلجيكي والسويسري والنمساوي والسلفاكي ولوكسمبورغ. بالإضافة إلى الرحلات السياحة الداخلية عندنا سبع
رحلات خلال الأسبوع في 5 أيام كل أسبوع من القاهرة. جميل جميل. يعني أنا مش هتكلم كتير في الأرقام عشان ما نحسدش نفسنا، بس أنا لفت نظري جملة بقى مهمة جدا، أو دولة تحديدا إيطاليا. يعني الطلاينة اللي عندهم الجزر وعندهم الشواطئ وعندهم سياحة، وناس كتير من عندنا في مصر تحب يقولك أنا طالع إيطاليا وهقضي الصيف في إيطاليا، ربنا يزيدهم طبعا. الطلاينة نفسهم هم اللي جايين عندنا. هو أساسا السوق الإيطالي ده سوق بيحب البحر الأحمر، وخصوصا مرسى علم وشرم الشيخ والبحر الأحمر عموما، وأغلب الوصول في الصيف من سوق الإيطالي بيكون من قبل كورونا، وحاليا رجع لوتيرته تاني الحمد لله بشكل كويس جدا جدا. صحيح، يعني ب 4500 سائح في الأسبوع. طب ده شيء عظيم جدا. انا عايز اشكرك جدا، وربنا يا رب يوفقنا جميعا في موسم، لا موسم، مواسم وسنوات سياحية مستمرة من ازدهار الى ازدهار.